بونجور عاشر، بونجور عاشر، معكم مدام مها على باج 6 بالصفحة 6 من كتابكم، وهي أول مرة تلتقوا مع مدام مها، وإن شاء الله يا رب بقدر بضل معكم لآخر السنة. مثل ما بنعرف كل منهاج بيكون بيتألف من 6 وحدات، طبعا من عادة ما عم نحكي عن الأدبي، عم نحكي عن المشترك الأدبي والعلمي. نحن هلأ بالوحدة الأولى يونيتي 1، ومن العنوان منشوف سويون أورغانيزي لنكون منظمين. عرفنا عن شو عم يحكي الدرس؟ سي اون ريغارد ليماج، إذا طلعنا على الصورة بنعرف عن شو عم يحكي. مثل ما لكم شايفين، دي جون كي كور، ناس عم ترقد، دي جون كي سون بريسي، ناس مستعجلة، ان هوم ريغارد سا مونتخ، رجال عم يطلع على ساعته، اي ان هوم كور، ورجل عم يركض. كلياتنا عم نركض. ليش؟ الوقت عم يركض خلفنا. دايما مستعجلين، توجور اوني بريسي، دايما مستعجلين، دايما عم نركض. الوقت سارقنا بالدراسة، بالشغل، بكل شيء في حياتنا عم نركض. لازم إذا حبينا نكون بكل شيء منظمين، ما بنقعد بنركض الركض اللي عم يركضوه. إذا عرفنا كيف comment on gère son temps، كيف مندير وقتنا، كيف مننظم أمورنا، comment، كيف، لما منكون punctuel. إذا كنا punctuel، إذا كنا دقيقين في كل شيء، دقيقين في مواعيدنا، إذا عرفنا كيف ندير وقتنا، comment gérer son temps، إذا عرفنا كيف ندير وقتنا، بنقدر ما نرقد هالرقدة هاي، ونكون بكل شيء ماشي معنا. أنا اللي عم بنصحكم، يمكن أنا كثير أوقات بركض نفس الرقدة، عادي، كلياتنا بنرقد بسبب طبيعة حياتنا. خلينا نشوف، نحن هلا بالباج 6، وراح نشوف بالباج 6 بهالوحدة شو راح ناخد. راح ناخد استيعاب شفهي، يعني نسمع تسجيل صوتي عن لي ديفي دو كوتيديان، عن التحديات اليومية. بدنا كمان نتعلم نمارس شفهيا كيف نسأل وكيف نعلم عن حياتنا اليومية وعن التحديات اللي بتصادفنا في حياتنا، هذا بالإكسبريسيون أورال. أما بالكومبريانسيون دو ليكري، بالاستيعاب الكتابي، فلازم نفهم نص عن نشاطات نادي اجتماعي، نادي اجتماعي نشاطاته. وطبعا عندي درس جرامير عن ادوات الاستفهام، لي مو انتيغوغاتيف. اما بالاخير فالاكسبريسيون اكريت، بالتعبير الكتابي، فانا لازم اكتب شيء عن نظام حياتي اليوميه، انا كيف بدير وقتي، وشوي الاوبستاكل، العقبات اللي بتعترضني. طبعا الشيء هذا نحن بالصف ما بنقوله، بس انا هون بشرحه. وبدي انتقل هلا للباج 8، بدنا نبدا بالكومبريونسيون اي انتيغاكسيون أغال، بالاستيعاب والتفاعل الشفهي. هل درس الاستيعاب الشفهي راح نشوفه على حصتين إن شاء الله، بالحصة الجاية من كفية، وهلأ بنبدأ بالحصة هاي. هون أنا في عندي نص بدي أسمعه، بدي أقرأ لكم بالصف، تسمعوا تسجيل صوتي، أنا هون بقرأه وبفرجيكم عليه، ومنحاول نحل تمريناته. بالأول عم بيقول بالأ observe les photos، لاحظ الصور، puis répondre، ثم أجب aux questions، على الأسئلة التالية. Qu'est-ce que je vois sur ces photos؟ أنا شو شايفة بهالصور؟ طلعوا منيح شو شايفة؟ Je vois une femme، امرأة، dans un bureau، في مكتب. Une femme dans un bureau occupée totalement par son travail، مشغولة تماما بعملها، حتى ما طلعت فينا. هون شايفة une femme qui court et trois personnes courent après elle. شايفة ثلاث امرأة تركض وثلاثة عم يركضوا خلفها، بجوز يكون هن المساعدين تاع
تبعاتها عم يشتغل ورا، اكيد ما عم يدور عليه يمسكوه، لا باين عليها انسانه مسؤوله بس مستعجله في عملها. اما تغوازيم ايماج، اما الثالثه فجو فوا اون فام كي ترافاي دون سون بيرو، شايفه انا امراه عم تعمل في عملها في مكتبها. هذا كيسكو فو فويي سور لي فوتو، هذا الشيء اللي نحن شايفينه. افوتر افي برايك كيسكو فو زالي انتوند برايكم، شو راح نسمع نحن هلا؟ شو راح نسمع؟ اون فا انتوندر ان دوكيومون، راح نسمع تسجيل سور لي ديفي دو كوتيديان، حول تحديات الحياة اليومية. في كلمات دايما نحفظها، لي ديفي دو كوتيديان، تحديات الحياة اليومية. لي ديفي دو كوتيديان، عندي هون فوكابولير بنشوفهم نطلع عليهم. سور شارجي بلان دو، يعني لما بيكون الانسان مضغوط مسقل مليء ب، جو سوي سور شارجي يعني انا ابدا مطفحه الشغله معي من الشغل. اتر بونكتويل يعني الانسان اللي بيكون دقيق في عمله. اتر الور، طلعوا هاي متاخره، الي ان غتار. الفو اتر بونكتويل، الفو اتر الور، يجب ان نكون على الوقت، ان نكون دقيقين. سو ديبغويي savoir agir convenablement، يعني تصرف. se débrouiller، تصرف، تقول له débrouillez-vous يعني تصرف، دبر حالك. يعني كيف يعرف الانسان انه يتصرف بشكل صحيح. avoir du mal à، ne pas arriver à، يعني لا، لما الانسان يجد يلاقي او بيجد صعوبه في شيء، يعني ما عم يتوصل لانه ينجح في عمل هذا الشيء. جيري مني سون تان، يعني اورغانيزي، نظم وقته. ضروري كثير نعرف نحفظ المرادفات، لانه اذا ما شفت جيري راح اشوف مني سون تان، واذا ما شفت مني سون تان راح اشوف اورغانيزي. فلازم انا اعرف افهمهم هدول منيح، اشوف اذا ما شفت سور شارجي بجوز الاقي بلان دو. أستوس تريك، نفس المعنى، بمعنى حيلة أو يعني نصيحة، حل، سوليسيون، حل، موين، وسيلة، يعني حيلة، نصيحة. هذا الشيء اللي رح نسمع عنه، عم بيقولوا لي ايكوتي بوي كوشي فغي أو فو، بدنا نسمع تسجيل ثم نضع إشارة عند الصح والغلط. التسجيل راح فرجيكم إياه، هو هون. une conversation animatrice. bonjour Véronique. alors à quoi ressemble votre journée de travail en tant qu'avocate؟ سألتها المذيعة، قالت صباح مذيعة، أنيماتريس أنيماتور مذيع، أنيماتريس مذيعة. خليني أقرأ بالأول. بونجور فيرونيك، ألور أ كوا غسامبل فوتر جورني دو ترافاي أن تان كافوكات؟ فيرونيك، جو مين أون في رابيد، دابيتود ما جورني كومونس دو بونور، أبخيز أون أور دو ترافو ميناجي J'amène mes filles à l'école et je cours vite vers le bureau. En effet, le monde du travail n'est pas facile pour une femme mariée. Moi, je sais bien profiter de mon temps et de ma vie. Animatrice, à l'appareil, on a Sophie. Bonjour Sophie, comment vous débrouillez-vous au quotidien? Sophie, bof, je suis dentiste et j'ai deux enfants, alors j'ai un programme surchargé et j'ai du mal à trouver du temps pour ma vie sociale. C'est fatigant. Véronique, gérer son temps est la clé de toute réussite. Tout d'abord, on doit avoir un agenda et être ponctuel. Animatrice, bon, une pause pour quelques minutes et on revient. انا عندي هون حوار بين مذيعة على التليفون، عم بتقول المذيعة، انيماتور مذيع، انيماتريس مذيعة. بونجور فيرونيك،
عم تحكي مع فيرونيك. صباح الخير فيرونيك. alors à quoi ressemble, بماذا يشبه, كيف يكون votre journée, حدثينا كيف بيكون نهار عملك, journée de travail, كيف بيكون يوم عملك en tant qu'avocate, بصفتك محامية, انت كمحامية احكي لنا كيف بيكون عملك كمحامية. قالت لها فيرونيك, je mène une vie rapide, انا اعيش حياة سريعة, يعني دايما عم بركض. D'habitude, عادة, ma journée commence de bonne heure. يومي بيبدأ على بكير. De bonne heure, يعني بكير. Après une heure de travaux ménagers, بعد ساعة من الأعمال المنزلية, والله بتاخد معي ساعتين, بعد ساعة من الأعمال المنزلية, j'amène mes filles à l'école. باخد بناتي على المدرسة. Et je cours vite, ou barcode psera vers le bureau al maktab. En effet, في الواقع, le monde de travail n'est pas facile pour une femme mariée. أكيد عالم العمل ليس سهلا بالنسبة لامرأة متزوجة. Femme mariée, يعني امرأة متزوجة. Moi, je sais bien profiter de mon temps. أنا بعرف منيح كيف أستثمر وقتي et de ma vie وحياتي. يعني عارفان تنظم أمورها. Elle gère son temps bien. عبدير أمورها صح. Animatrice قالت, à l'appareil, à الهاتف, on a Sophie. معنا Sophie. Bonjour Sophie, صباح الخير سوفي. Comment vous débrouillez-vous au quotidien? طيب احكي لنا هلا انت يا سوفي, كيف بتدبري امور حياتك اليوميه؟ قالت لها, بوف, ماشي الحال, لا بأس يعني. Je suis dentiste, انا طبيبه اسنان. Et j'ai deux enfants, وعندي ولدين. Alors, j'ai un programme surchargé. إذن أنا عندي برنامج حافل, نهاري ملان. Et j'ai du mal, وبلاقي صعوبة, à trouver du temps, إني ألاقي وقت pour ma vie sociale, لحياتي الاجتماعية. C'est fatigant, هالشي متعب. إنه الواحد بده يلاقي وقت لحياته الاجتماعية فوق شغله, هذا الشي متعب. أكيد c'est fatigant, أكيد هذا الشي متعب. قالت لها فيرونيك, بقى فيرونيك أشطر منها, قالت لها, gérer son temps, إدارة الوقت est la clé de toute réussite, هي مفتاح كل نجاح. احفظوا لي هالجملة لحتى نستخدمها فين ما اجتنا. إدارة الوقت هي مفتاح كل نجاح, بنحفظها ومنطبقها. Gérer son temps est la clé de toute réussite. Tout d'abord, في الأول, في البداية, on doit avoir un agenda. لازم الإنسان يدير وقته ويكون في عنده جدول أعمال, يكون جدول لمواعيدنا مفكرة نكتب عليها. Être ponctuel, وأن نكون دقيقين. هالثلاث شغلات إذا كان عملناهم نكون ناس ناجحين. إذن لازم ندير وقت, نعرف إنه إدارة الوقت هو مفتاح كل نجاح, وإنه لازم يكون عندنا مفكرة أو جدول أعمال نكتب عليها الشيء اللي نعمله في نهارنا, ولازم نكون دقيقين. أنيماتريس قالت المذيعة, بون, حسنا, إن بوز, وقفة, بور كيلكو مينوت, لبضع دقائق, اون غوفيان, وسنعود اليكم. وبنتهي الحوار التليفوني. انا راح اعيده بالدرس الجاي, بس هلا بنقدر نعمل الفغي اوفو. خلينا نشوفهم. لو دوكيومون اتون انترفيو. هالشي اللي سمعناه هو لقاء, صح, بين فيرونيك والانيماتريس. اذن فغي. Le document est une interview, là nous avons dit qu'il nous y a ma Véronique. La conversation dans le studio se déroule entre la présentatrice et une avocate. الحوار, يعني الانترفيو, الحوار اللي صار بالاستوديو. شوفوا التاني جواب الاول, هو دايما من خلال الاسئلة بنقدر نعرف بعض الاجابات. الحوار اللي صار بالاستوديو تبع الهاتف, يعني الراد بالاستوديو, الراد الاذاعة, جرى بين لا بريزونتاتريس. نحن شو قالوا لنا بالحوار؟ لا بريزونتاتريس, قالوا عليها انيماتريس. فنفس الشيء المذيعة هي بريزونتاتريس, مقدمة البرنامج, او انيماتريس. هذا سينونيم مرادف لحتى خربطونا, بس احنا ما بنتخربط. بين
المذيعة وقدمت البرنامج بين افوكات محامية. صح، نحن عرفنا انه هي قالت انا محامية. تخوى لو تيم سنترال، تيم يعني ايدي، سنترال يعني برينسيبال، الفكرة الأساسية دو لا كونفرساسيون، للحوار الفكرة الأساسية اي دو سافوار، هي معرفة أجير، التصرف دون لا في فاميليال. هل كان الحوار يدور إنه أنا كيف بدي أتصرف في حياتي العائلية؟ ما أجد سيرت حياتي العائلية، كان درسنا عن التحديات لي ديفي دو كوتيديان، التحديات اليومية، معناتها تخوا اي فو. La quatrième, Sophie est une auditrice de l'émission. Sophie est mustamia, auditeur, mustamia, auditrice, mustamia. Mustamia, auditrice. هي مستمعة للإيميسيون للبرنامج. وي، إذا ما كانت مستمعة كيف كانت حكيت مع المذيعة؟ فأكيد هي مستمعة. Vrai. إذن les réponses sont vrai vrai faux vrai. J'ai fini la page 8 وبالدرس الجاي بنكفي باقي الاكزرسيس تبعات الكومبريانسيون دو لورال. كانت معكم مدام مها، بقلكن او ريفوار، اي على بروشين فوا، باي.